كتير غالية. شو هي العناصر الغذائية اللي بتنقصنا وكيف ممكن نعوضهم؟ فعلياً في 4 عناصر غذائية بتعطينا اليمن اللحوم، يعني اللحم، الدجاج والسمك. أول شيء عندنا البيت 12 ما بتلاقوه إلا بالمصادر الحيوانية، يعني حتماً نحن لازم ناخد حليب ومشتقاته أو بيض إذا حذفناهم. رقم 2 عندنا الحديد. الحديد بمصادر النباتية ممكن نلاقيه بالبقوليات، يعني فول، عدس، حمص إلى آخره. أغنى شيء بيكون العدس، كمان بنلاقيه بالأشياء اللي لونها أخضر غامق مثل السبانخ، ومنضيف عليهم التمر، الشمندر والرمان. كذلك عندنا الزنك. الزنك كتير منتشر بالأسماك والمأكولات البحرية، ولكن أيضا ممكن نلاقيه ببعض البذور والمكسرات مثل بذر اليقطين، بذر دوار الشمس، كمان عندنا بذر القرع وإلى آخره. فضلا عن هيك ممكن تلاقوه ببعض البقول مثل العدس، الفاصوليا، وكمان القمح الكامل يعني مش مقشورة. وآخر شيء رح نحكي عن عنصر البروتين. البروتين كمان بتزودنا فيه من مصادر نباتية، أكثر شيء البقوليات، يعني فول، عدس، حمص إلى آخره. بس هون نحن لازم نخلطهم مع النشويات، يعني مثلا البرغر، الرز إلى آخره، ومع الخضروات ليصير البروتين بيعدل بروتين اللحوم. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له شير لتعم الفائدة.